أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا النهاردة عن همزة القطع وألف الوصل. واسمحوا لي قبل ما ندخل في موضوع الشرح على طول أحكي لكم القصة البسيطة دي. كان يا مكان في قديم الزمان كان حاكم مملكة اللغة العربية واسمه الملك قارئ، قد رزق الله عز وجل ببنتين توأم وسماهم وصل وقطع. واحنا عارفين ان التوأم بيبقوا شبه بعض جدا، وعلشان يقدر يفرق ما بينهم ميز ابنته قطع بأن وضع على رأسها قبعة، فحزنت ابنته الأخرى وصل لأنها دون قبعة، فقال لها: لا تحزني، فأنت مميزة عن أختك، فأنت ستصلين بين الكلمات وستصبحين مقربة منها، أما قطع ذات القبعة ستقطع الكلام. وعلشان يقدر الناس يفرقوا ما بينك وما بين أختك، أنا طلبت المساعدة من جارنا العزيز حرف الواو، وهو موجود الآن. فدخل حرف الواو وقال لوصل: لا تحزني، فأنا أستطيع تمييزك حين آتي قبلك. فردت عليه وقالت له: وكيف يكون ذلك؟ فرد عليها: تابعي معي هذا العرض البسيط. أكل علي، ابتسم خالد. أكل علي وابتسم خالد. أمطرت السماء، اشتد البرد. أمطرت السماء واشتد البرد. ففرحت هنا وسعدت وصل وقالت: الآن قد تميزت عن أختي، وشكرت لجارها العزيز حرف الإيه؟ الواو. ندخل على موضوع درسنا على طول اللي هو همزة القطع وألف الوصل. بعد ما خدنا القصة البسيطة دي تعرفنا أكتر على الدرس. أول حاجة عايزين نعرفها تعريف الهمزة، يعني إيه همزة في اللغة العربية؟ الهمزة في اللغة العربية هي حرف من حروف الهجاء، وهي تختلف عن حرف الألف. يعني الهمزة هي حرف من حروف الهجاء ومختلفة عن حرف الإيه؟ الألف. طب إزاي الكلام ده؟ مثلا الهمزة في كلمة سأل، لكن الألف اللينة زي كلمة قال. ولاحظ معايا كده، سأل هتلاقي فيه همزة فوق الحرف بتاعت الألف وتنطق سأل، لكن ألف اللينة زي قال. تمام كده. مثلا مثال تاني زي كلمة قرأ، ألف اللينة زي كلمة قرى. إذن الفرق ما بين الهمزة والألف اللينة إن الهمزة حرف هجائي مخرجه من الحلق زي سأ، أما الألف اللينة فهي امتداد وإشباع لحركة الفتح. الهمزة تقبل جميع الحركات، يعني مثلا الهمزة ممكن تبقى مفتوحة زي آ، ممكن تبقى مضمومة زي أو، ممكن تبقى مكسورة زي إي، لكن الألف اللينة لا تقبل الحركات، فهي على شكل واحد زي قرى قرى. الهمزة بتبقى في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، لكن الألف اللينة لا تأتي في أول الكلمة مطلقا، يعني مفيش كلمة فيها ألف لينة في أول الكلمة، ولكنها تأتي في وسط وآخر الكلمة. يبقى ده تعريف بسيط كده ما بين الهمزة والألف اللينة. أولا احنا عايزين نعرف ايه قواعد كتابة الهمزة في اللغة العربية. من خلال خريطة المفاهيم اللي قدامنا ديت اللي بتوضح لنا مواضع كتابة الهمزة، الهمزة في اللغة العربية ممكن تبقى في أول الكلمة، ممكن تبقى في آخر الكلمة، ممكن تبقى في وسط الكلمة. في أول الكلمة، وهو ده موضوع درسنا النهاردة، ممكن تتكتب همزة وصل وممكن تتكتب همزة قطع. في آخر الكلمة بتترسم على الألف أو الواو أو الياء، وممكن تترسم على السطر. وفي وسط الكلمة أيضا بترسم على ألف أو واو أو ياء، وممكن ترسم على إيه؟ السطر. يبقى إحنا عندنا الهمزة في أول الكلمة، في آخر الكلمة، في وسط الكلمة. اللي يهمنا في موضوعنا النهاردة هو الهمزة في أول الكلمة، ممكن تبقى همزة وصل وممكن تبقى همزة قطع. النقطة اللي بعد كده إحنا عايزين نتكلم على الهمزات، زي ما إحنا قلنا في أول الكلمة همزة الوصل وألف القطع همزة القطع. الهمزة في أول الكلمة اللي إحنا هناخدها دلوقتي هي همزة الوصل. إيه همزة الوصل اللي إحنا هناخدها دلوقتي؟ همزة الوصل تعرفها هي الثابتة ابتداءً
يعني الثابتة عند ابتداء الكلام، الساقطة وصلا يعني التي تسقط عند وصل الكلام، وسميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، يعني اتسمت بالوصل لأن احنا بنوصلها للنطق، لأنها يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن. يبقى لو سألك إيه تعريف همزة الوصل هتقول له هي الثابتة ابتداء عند ابتداء الكلام، يعني الساقطة وصلا، يعني لما ابتدي انطق الكلمة لما تبقى هي همزة الوصل في اول الكلمة بنطقها، لكن لما تبقى الكلمة ما هنطقها موصولة بالكلمة اللي قبلها ما بنطقش همزة الايه الوصل، فبنسميها الساقطة وصلا عند وصل الكلام يعني، وسميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن. هنعرف أكتر الموضوع من خلال الإيه؟ الأمثلة، ومن خلال المواضع اللي ظهرت قدامنا لكتابة همزة الوصل. إيه مواضع كتابة همزة الوصل؟ في مواضع ثابتة عندنا في اللغة العربية لكتابة همزة الوصل. أولا في الحروف، يعني همزة الوصل بتكتب في إيه من الحروف؟ بتكتب في ألف ولام التعريف. لو أنت أي كلمة بدأ بألف ولام ليه أل، الألف ولام التعريف ديت الألف بتبقى همزتها همزة إيه؟ وصل. في الأفعال بتبقى في مواضع كتابة همزة الوصل في أمر الثلاثي، يعني لو فعل أمر من فعل ثلاثي، وفي ماضي الخماسي والسداسي، وأمر الخماسي والسداسي أيضا. في الأسماء، الأسماء اللي همزتها همزة وصل هي مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي، وفي الأسماء التسعة. تاني المواضع ديت مهمة جدا إن احنا نحفظها، مواضع كتابة همزة الوصل في الحروف في ألف ولام التعريف، في الأفعال أمر الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي وأمر الخماسي والسداسي. تاني في الأفعال أمر الثلاثي وماضي وأمر الخماسي والسداسي، في الأسماء مصدر الخماسي والسداسي، وفي الأسماء التسعة. تعالوا نشوف أكتر ونتعرف أكتر على المواضع ديت بأمثلة عليها، مواضع همزة الوصل في الحروف والأسماء. زي ما قلت لك في الحروف في همزة ألف ولام التعريف همزتها همزة وصل، زي كلمة العلم والجنة والكتاب بتبتدي بألف ولام تعريف، فبتبقى همزتها همزة إيه؟ وصل. في الأسماء السماعية اللي احنا بنسميها الأسماء التسعة السماعية، اللي هي اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله وأيمن الله. تاني نقولهم مرة تانية، اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله وأيمن الله. ديت الأسماء التسعة اللي هي همزتها همزة وصل. في المصادر الأفعال الخماسية، زي مثلا المصدر للفعل اجتمع اجتماع، فالفعل اجتماع همزته همزة وصل لأنه مصدر خماسي. والفعل انتصر اللي مصدره انتصار، الفعل انتصر اللي مصدره انتصار، فكلمة انتصار علشان هي مصدر خماسي همزتها أيضا همزة وصل. والفعل ابتسم اللي مصدره ابتسام، الفعل ابتسم اللي مصدره ابتسام همزته همزة وصل لأنه مصدر خماسي. أيضا المصادر الأفعال السداسية، زي الفعل استخرج اللي مصدره استخراج أيضا همزته همزة وصل، والفعل ابتهل اللي مصدره ابتهال همزته همزة وصل، والفعل استقبل اللي مصدره استقبال همزته همزة وصل لأنه فعل سداسي. تمام كده، يبقى نجمل تاني مواضع كتابة همزة الوصل في الحروف والأسماء، في ألف ولام التعريف، وفي الأسماء التسعة، وفي مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي. النقطة اللي بعد كده مواضع كتابة همزة الوصل في الأفعال. لما نفتكر مع بعض في خريطة المفاهيم كان ظهر قدامي بالنسبة للأفعال في مواضع كتابة همزة الوصل، بالنسبة للفعل الثلاثي كان الأمر منه فقط أمر الثلاثي،
وفي الفعل الخماسي والسداسي كان الماضي والأمر منه. يبقى مواضع كتابة همزة الوصل في الفعل الخماسي الماضي والأمر، وفي الفعل الثلاثي الأمر فقط. ندخل بعد كده على النقطة الثانية، مجموعة من الأمثلة على همزة القطع ومواضعها. الأول هنعرف إيه همزة القطع وإيه مواضعها، زي ما عرفنا همزة الوصل ومواضع همزة الوصل. همزة القطع تعرفها هي الهمزة الثابتة ابتداء ووصلا، يعني الكلمة اللي بتبتدي بهمزة بنطقها لوحدها بالهمزة، أو لو وصلتها مع غيرها بنطقها بالهمزة، وهنعرف أكتر من خلال الأمثلة. مواضعها إجمالا هي في كل الكلمات اللي ليست أولها همزة وصل، زي ما احنا قلنا كده، لو احنا فهمنا وحفظنا الكلمات اللي هي المواضع اللي هي فيها الهمزات همزة وصل، هيبقى سهل علينا نعرف بعد كده أي موضع آخر بيبقى همزته همزة قطع. وهنشوف الكلام دوت قدامنا بالتحديد من خلال خريطة المفاهيم اللي ظهرت قدامنا، زي ما خدنا مواضع همزة الوصل برضو في الحروف والأسماء والأفعال، بناخد مواضع همزة القطع في الحروف والأسماء والأفعال. بالنسبة للحروف، جميع الحروف همزتها همزة قطع ما عدا الشاطر أو الذكي اللي هيقول لي ما عدا إيه؟ إيه الحالة، إيه الحرف الوحيد اللي همزته همزة وصل؟ ممتاز، أنا سامع واحد بيقول لي ألف ولام التعريف، لأن هي مستر همزتها همزة وصل. أقول له ممتاز، يبقى كل الحروف في اللغة العربية همزتها همزة قطع ما عدا ألف ولام التعريف. بالنسبة للأسماء، كل الأسماء اللي في اللغة العربية همزتها همزة قطع ما عدا يا زكي اللي قلت ما عدا قبل كده في همزة الوصل في ألف ولام التعريف، ما عدا إيه في الأسماء؟ أيوة، واحد تاني أذكى برضو قال، شاطر ممتاز، قال ما عدا الأسماء التسعة السماعية. يا مستر احنا لسه قايلين ان الأسماء السماعية التسعة همزتها وصل، يبقى القاعدة بتقول ان مواضع كتابة همزة القطع في الأسماء جميع الأسماء ما عدا الأسماء السماعية التسعة. من مواضع أيضا همزة القطع في جميع المصادر ما عدا، أيضا ما عدا إيه؟ إحنا لسه قايلين في همزة الوصل إن المصادر الخماسية والسداسية همزتها وصل، يبقى كل المصادر همزتها قطع ما عدا المصدر الخماسي والمصدر السداسي. بالنسبة للأفعال، الأفعال اللي همزتها همزة قطع هي ماضي الثلاثي، يعني الفعل الماضي من الفعل الثلاثي، وماضي وأمر الرباعي، الفعل الماضي والفعل الأمر من فعل رباعي. كذلك كل الأفعال المبدوءة بهمزة مضارعة، أي فعل مبدوء بهمزة مضارعة زي ألعب وأكتب همزته همزة قطع. تعالوا نشوف الكلام دوت أكتر من خلال الشكل اللي قدامنا اللي هيظهر ويوضح لنا أفعال وإمتى تكون مبدوءة بهمزة قطع. إحنا قلنا الأفعال اللي مبدوءة بهمزة قطع ماضي الثلاثي المبدوء بهمزة ومصدر الثلاثي أيضا، زي مثلا الفعل أكل أو الفعل أمر أو الفعل أخذ. لاحظ كده، أكل وأمر وأخذ أفعال ماضية بتبدأ بهمزة. لاحظ البرنيطة اللي احنا اتكلمنا عنها في القصة اللي كانت من شوية، اللي هي القصة بتاعة الملك اللي هو ربنا رزقه ببنتين توأم، هتلاقي في برنيطة كده اللي هي الهمزة فوق الألف، وديت اللي بتميز همزة القطع في كلمة أكل، كذلك في أمر أو الفعل أمر، كذلك في أخذ. تمام، يبقى ماضي الثلاثي من أكل وأمر وأخذ، والمصدر أيضا من الفعل أكل أكل، أمر أمر، أخذ أخذ. تلاحظ إن في الهمزة بتاعتها همزتها همزة قطع. اتكلمنا وقلنا من مواضع همزة القطع أيضا ماضي الرباعي المبدوء بهمزة، الماضي الرباعي المبدوء بهمزة وأمره ومصدره. كلام بالأمثلة زي أعلم وأعلم، ده الماضي من فعل الماضي أعلم، الأمر أعلم، والمصدر إعلام. لاحظ كده الماضي كان عليه همزة قطع
والأمر كان أيضا مبدوء بهمزة قطع، والمصدر كان مبدوء بهمزة قطع، لأنه ماضي الرباعي وأمره ومصدره همزتهم همزة إيه؟ قطع. كذلك الفعل أحسن، والأمر منه أحسن، والمصدر منه إحسان. لاحظ إنه هو رباعي، رباعي يعني 4 حروف، ألف حرف، الحاء حرف، السين حرف كده 3، والنون حرف بقى 4، عشان كده احنا بنسميه رباعي. الماضي والأمر والمصدر منه لاحظ اللي عليهم الهمزة، تمام، البرنيطة اللي احنا اتكلمنا عنها. الفعل أكرم، والأمر منه أكرم، والمصدر منه إكرام. كذلك الفعل أتلف، الأمر منه أتلف، المصدر منه إتلاف، كلهم همزتهم همزة قطع. يبقى كل فعل مبدوء بهمزة، سواء كان الفعل ده ماضي ثلاثي أو ماضي رباعي، ماضي ثلاثي أو مصدر ثلاثي، ماضي رباعي أو أمر رباعي أو مصدر رباعي، همزتهم همزة قطع. النقطة اللي بعد كده، كل فعل مبدوء بهمزة مضارعة، سواء كانت هذه الهمزة، سواء كان هذا الفعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، أي فعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي بيبدأ بهمزة مضارعة، بتبقى الهمزة ديت همزة قطع، زي أقرأ وأسافر وأختار وأستحسن، كل همزاتهم همزة إيه؟ همزة قطع. يبقى همزة القطع بتظهر في الأفعال وخدناها، وبتظهر في الأسماء وخدناها. دلوقتي هنشوفها في الحروف، نفتكر مع بعض الحروف اللي هي همزتها همزة قطع. قلنا كل الحروف أو جميع الحروف اللي بتبدأ بهمزة همزتها قطع، ما عدا ألف ولام التعريف. مثال حرف زي أن أو أما، إلى، إذا، إلا إلى آخره من الحروف، كل همزتها همزة قطع ما عدا ألف ولام التعريف. بالنسبة للأسماء، الأسماء كلها همزتها قطع ما عدا الأسماء التسعة أو الأسماء العشرة، في اسم منهم مش هندرسه يعني موجود علينا، زي أحمد وزي أزرق. الضمائر المبدوءة بهمزة زي أنا أو أنت أو أنتما أو إياك، كلها همزتها همزة قطع. المصدر للفعل الرباعي المبدوء بهمزة زي إحسان أو إكرام، تمام، كل ديت همزتهم همزة قطع، وإيقان أيضا همزتها همزة قطع. جموع بعض الأسماء العشرة، يعني كلمة اسم جمعها أسماء، جمعت كلمة كلمة ابن جمعها أبناء، فكلمة أسماء وأبناء زي ما احنا شايفينها كده كلمات جمع، بتبقى همزتها همزة قطع. الكلمات الأعجمية يعني الكلمات الغير عربية، زي كلمة إلكتروني أو جمعها إلكترونيات، إنجليزي أو إنترنت، همزتهم همزة قطع. الكلمات الأعجمية همزتها همزة قطع. طب طريقة كتابة همزة القطع، همزة القطع إما بتكتب فوق الألف أو تكتب تحت الألف. فإذا كانت همزة الهمزة مفتوحة أو مضمومة كتبت فوق الألف، زي أكرم أو أمر أو أحمد أو أجور أو أصول، تكتب فوق الألف. أما إذا كانت مكسورة كتبت تحت الألف، زي إنسان أو إنجاز أو إيمان أو إحسان أو إكرام. للتمييز بين همزتي الوصل والقطع نضيف حرف الواو أو الفاء. لو نفتكر القصة بتاعتنا، احنا الملك بتاع المملكة بتاعتنا اللي هو مملكة اللغة العربية، الملك قارئ استعان بحرف علشان يقدر يميز ما همزة الوصل عن ألف القطع أو همزة القطع، فاستعان بحرف، كان الحرف ده حرف إيه؟ ايوه، ممتاز، اللي افتكر القصة اللي حكيناها في الاول كان حرف الواو. ممكن ايضا نستعين بحرف الفاء، يبقى حرف الواو او الفاء في اول الكلمة، ونكرر في القراءة. اللي افتكر معانا لما كنا بننطق بقولنا اكل علي، هنا نطقنا الكلمة اكل، الجملة اكل علي، ونطقنا ابتسم خالد لوحدها، يعني قلنا اكل علي ابتسم خالد. هتلاحظ في كلمة ابتسم ظهر
الألف لأن احنا نطقناها لوحدها، أكل علي ابتسم خالد. لكن لاحظ معايا كده، لو ربطنا بين الجملتين بحرف الواو فهنقول أكل علي وابتسم خالد، وابتسم وابتسم. تلاحظ ان الألف ما ظهرتش أو الهمزة ما ظهرتش، ليه؟ لأنها ممتاز، لأنها وصل، لأن كلمة ابتسم همزتها همزة وصل، تمام كده؟ يبقى علشان نميز ما بين همزة الوصل والقطع بنضيف حرف الواو أو الفاء في الكلمة ونكرر القراءة، فإذا بقي صوت الهمزة كانت الهمزة قطع، مثل جاء محمد و أحضر كتابا. لاحظ كده، جاء محمد وأحضر كتابا. هنا الهمزة ظهرت في الوصل وفي الوقف، نقولها مرة كمان، جاء محمد أحضر كتابا، كده في الوقف اهي. طب ننطقها في الوصل، جاء محمد وأحضر كتابا. لاحظ ان الهمزة في كلمة أحضر ظهرت في الوقف وفي الوصل، علشان كده بنسميها همزة قطع. يبقى الهمزة اللي بتظهر في الوقف وبتظهر في الوصل بنسميها قطع، والهمزة اللي بتظهر في الوقف لكن لا تظهر في الوصل بنسميها همزة قطع، همزة وصل. اذا اختفى صوت الهمزة لفظا فهي همزة وصل. مثال على كده، ذهب محمد واشترى كتابا. لاحظ كده معايا انا قريتها ازاي، ذهب محمد واشترى كتابا. لاحظ ان انا قريتها من غير همزة خالص. طب لما الهمزة ما ظهرتش او اختفى صوت الهمزة وانا بنطقها بسميها همزة ايه؟ ممتاز الطالب الممتاز اللي بيقول لي بسميها همزة وصل، بارك الله فيك. تعالوا معانا كده نشوف تدريبات على الكلام اللي احنا قلناه ده ونستوعب مع بعض ايه اللي احنا فهمناه. هنقرا مع بعض مجموعه من الكلمات والجمل اللي قدامنا مكتوبه بطريقه غلط، بطريقه خاطئه. هنقراها ونشوف هي المفروض تكتب بهمزه وصل ولا بهمزه قطع. صحح ما يلي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لاحظ كده الكلمه، كلمة احفظ تحتها همزة، يعني معنى كده ان هي مكتوبة بهمزة قطع. هل هي فعلا، السؤال بقى، هل هي فعلا همزتها قطع؟ لو همزتها قطع يبقى خلاص كان بها، لكن لو همزتها وصل هنصحح الكلام ده. احفظ الله يحفظك، انا قلت لك من القواعد بتاعة كتابة الهمزة، افتكر كده معايا القواعد، من قواعد كتابة الهمزة الامر دوت، الامر ده همزته وصل ولا قطع؟ لاحظ كده معايا اللي هيظهر لك قدامك دلوقتي وانت هتعرف الامر اللي قدامي دوت اللي هو احفظ، همزته همزة وصل. ليه؟ ممتاز، لانه امر ثلاثي. يبقى كلمة احفظ اللي هي مكتوبة عندي بالهمزة مكتوبة غلط، ده الشكل الخاطئ منها، هنا متصححة مكتوبة بهمزة وصل. طب ليه هنا مكتوبة بهمزة وصل؟ لأن هي أمر ثلاثي من الفعل حفظ. لو جيت للفعل حفظ وجبت منه الأمر اللي هو احفظ هتلاقي الهمزة بتاعته همزة وصل. طب لو خدناها بالطريقة التانية اللي هي بطريقة حرف الواو أو الفاء، حط واو قبل كلمة احفظ وانطق كده، انطق هتقول واحفظ الله يحفظك، أو حط الفاء هتقول فاحفظ الله يحفظك. اذا الهمزه ما ظهرتش، اختفت في النطق، واحنا اتعلمنا لما الهمزه تختفي في النطق بتبقى همزه وصل. المثال الثاني: الدنيا دار ابتلاء والاخره دار جزاء. الدنيا همزتها موجوده، مش همزتها همزه وصل، مش مكتوبه همزه قطع. دار ابتلاء، وانا بقرا كده وصلت كلمه دار مع ابتلاء. لاحظ كده الدنيا دار ابتلاء. لاحظ ان كلمة ابتلاء المفروض الهمزة بتاعتها في الوصل ما اتنطقتش، يبقى الهمزة بتاعتها همزة وصل ولا قطع؟ مكتوبة غلط، يبقى الهمزة بتاعتها المفروض همزة وصل. كلمة ابتلاء همزتها همزة وصل. ليه همزتها همزة وصل؟ لانها مصدر خماسي،
مصدر للفعل ابتلى، عد معايا كده الفعل ابتلى، هتلاقي عدد حروفه 5. فالمصدر من ابتلى ابتلاء، المصدر من ابتلى ابتلاء، واحنا اتعلمنا ان المصدر الخماسي همزته همزة وصل. لاحظ معايا كده المثال الثالث، اين ابنك؟ لو تفتكر معايا الاسماء السماعيه اللي هي ابن وابنه وامرؤ وامراه واثنان واثنتان وايم الله وايمن الله، قلنا الاسماء السماعيه ديت همزتها همزه وصل ولا قاطعه؟ ننشط كده ذهننا كده ونقول، نفتكر كده الحاجات اللي قلناها، نقول همزتها وصل ولا قاطع الاسماء السماعيه؟ ممتاز، الناس اللي فكرت وقالت همزتها همزه وصل، بارك الله فيك. طب هنا مكتوبه بالهمزه، مكتوبه صح؟ واحد قال لي لا يا مستر مكتوبه غلط، المفروض تكتب بدون الهمزه، فتبقى كلمه ابنك مكتوبه غلط والمفروض تكتب بدون الهمزه. وليه السبب؟ لانها من الاسماء السماعيه. المثال الآخر، استمع لنصيحة من هو أكبر منك سنا. كلمة استمع، لاحظ كده كلمة استمع ده أمر، أمر جاء من الفعل استمع. طيب الفعل استمع الأمر منه المفروض يبقى بهمزة قطع ولا وصل؟ علمتك تحط حرف الواو وتقول واستمع أو فاستمع، يبقى أو واستمع أو فاستمع. ظهر الهمزة؟ لا، ما ظهرتش الهمزة. طب طالما الهمزة ما ظهرتش يبقى وصل ولا قطع؟ طبعا هتبقى همزة وصل، يبقى هي مكتوبة غلط، المفروض تبقى مكتوبة بهمزة ايه؟ وصل. طب مكتوبة همزة وصل ليه؟ لانها امر السداسي، هي جاية من الفعل استمع، امر الفعل استمع هو سداسي والامر منه استمع، فعشان كده هي همزتها همزة وصل. لاحظ كده معايا المثال الأخير، الدين المعاملة. الدين المعاملة، لاحظ في كلمة الدين الألف واللام اللي في أولها دي ألف ولام تعريف، لاحظ فوق الألف في همزة، هل هي همزتها همزة قطع؟ طبعا الإجابة بالقطع لا. طب ليه؟ لأن احنا اتعلمنا ان ألف ولام التعريف همزتها همزة وصل. القاعدة بتقول كل حروف اللغة العربية همزتها قطع ما عدا ألف ولام التعريف. ننتقل للنقطة اللي بعد كده أو التدريب اللي بعد كده، بيقول لي عين، يعني حدد همزة القطع فيما يأتي. أنا عندي المثال وعايز أحط خط تحت همزة القطع. أحب أن أساعد المحتاجين. لاحظ كده كلمة أحب همزتها همزة قطع ولا وصل؟ لو قطع هنحط لها، هنحط تحتها خط، لو وصل هنسيبها. طيب أحب، ها أحسنت، ممتاز، اللي بيقول همزتها قطع فعلا أحب همزتها همزة إيه؟ قطع. طب أن همزتها قطع ولا وصل؟ ممتاز، اللي بيقول همزتها قطع نحط برضو تحتها خط. أساعد، أساعد همزتها قطع ولا وصل؟ أساعد، أحسنت، اللي بيقول أساعد همزتها همزة قطع نحط تحتها خط. المحتاجين، اللي بيقول همزة المحتاجين هنقول له همزة قطع ولا وصل؟ ممتازين، فعلا يا مستر همزتها همزة إيه؟ وصل. طب ليه؟ لأن الألف واللام بتاعتها ألف ولام التعريف. أحسنتم جميعا. المثال الثاني، أنا أجيد التحدث بالإنجليزية. أنا همزته همزة قطع ولا وصل؟ ممتاز، أنا همزتها همزة قطع علشان كده حطينا تحتها خط. أجيد همزتها همزة قطع وحطينا تحتها خط. التحدث ألف ولام التعريف قطع ولا وصل؟ لا وصل، ما حطيناش تحتها حاجة. الإنجليزية، لاحظ كلمة الإنجليزية همزتها همزة قطع لأن هي كلمة إنجليزية، بتبقى همزتها همزة ايه؟ قطع، لان هي من الاسماء، واحنا عن قاعدة بتقول ان كل الاسماء في اللغة العربية همزتها همزة قطع ما عدا الاسماء السماعية التسعة اللي احنا قلناها. بر ابيك وامك طريقك للجنة. بر ابيك وامك طريقك للجنة، هتلاقي كلمة ابيك همزتها همزة قطع ولا وصل؟ هتلاقي همزتها همزة ايه؟ قطع، لان هي من الاسماء. امك همزتها همزة قطع. المثال اللي بعد كده، أعطى إبراهيم الفقير صدقة.
أعطى الفعل إيه؟ أعطى همزته همز قطع ولا وصل؟ أعطى همزته همز قطع، حطينا تحته خط. وإبراهيم همزته أيضا همز قطع لأنه من الأسماء، والأسماء كلها همزتها همز قطع. طب الفقير هنحط تحته خط ولا لأ؟ بالقطع لأ، مش هنحط تحته خط لأن همزته همزة وصل. أمر الوالد ابنه بألا يخرج بغير إذنه. لاحظ كده الفعل أمر هتلاقي همزته همزة قطع لأنه هو ماضي الثلاثي. الوالد همزته همزة قطع ولا وصل؟ بالفعل الوالد همزته همزة وصل لأنه ألف ولام التعريف. كلمة ابنه همزتها همزة قطع ولا وصل؟ هتلاقي أن كلمة ابنه همزتها همزة وصل، ممتاز، لأنها من الأسماء التسعة السماعية. بألا، ألا لأن هي حرف، وإحنا القاعدة بتقول كل الحروف في اللغة العربية همزتها همزة قطع ما عدا ألف ولام التعريف، فألا هي حرف من الحروف فهمزتها هنلاقيها همزة قطع. كلمة إذنه هتلاحظ ان همزتها همزة قطع لان هي كلمة اذن لان هي اسم فهمزتها همزة قطع. مثال اللي بعد كده او التدريب اللي بعد كده بيقول ضع او ضعي علامة همزة القطع فوق الالف او تحتها. احنا تعلمنا ان الحرف همزة القطع يا بيتحط فوقه الهمزة لو كانت مفتوحة او مضمومة، او بتتحط تحته لو كانت مكسورة. نقرأ المثال. أسامة بن زيد قاد الجيوش وهو في 17 من عمره. أسامة أول كلمة قابلتنا، هل أحط لها الهمزة فوق ولا تحت؟ لاحظ في النطق أسامة هتلاقي الهمزة بتاعتها تكتب فوق لأنها مضمومة، ممتاز. مثال الثاني إيمان فتاة محتشمة. لاحظ كده اسم إيمان هتلاقي مكتوب من غير همزة. طيب لاحظ معايا النطق إيمان، إي القاعدة بتقول لما الهمزة تبقى مكسورة بتكتب فوق ولا تحت؟ ممتاز، اللي بيقول اللي بتكتب تحت، أحسنت بارك الله فيك، تظهر قدامنا أن كلمة إيمان همزتها تكتب تحت الألف. المثال اللي بعد كده المثال الثالث إعطاء الصدقات بركة في المال. لاحظ النطق إعطاء الصدقات بركة في المال. إعطاء، لاحظ الهمزة مكسورة، إعطاء، يبقى الهمزة لما تبقى مكسورة بتكتب فوق الألف أم تحت الألف؟ هنا فعلا تكتب تحت الألف، إعطاء تكتب الهمزة في تحت الألف. آخر مثال الإنترنت سلاح ذو حدين. الإنترنت الإنترنت، لاحظ كده النقطة هتلاقي الهمزة مكسورة، إذن تكتب في أسفل الكلمة. يبقى من خلال التدريبات اللي قدامنا عرفنا واتأكدنا مع بعض إن في فرق ما بين همزة القطع وألف الوصل أو همزة الوصل، وإن كل همزة منهم ليها مواضع بتكتب فيها، ونفرق ما بين المواضع ديت بقواعد ثابتة معينة، وإن إحنا في قاعدة بسيطة كده خدناها في القصة بتاعتنا اللي هي من خلال الجار بتاعنا العزيز اللي هو كان حرف الواو، من الممكن إن إحنا نستعين به ونحطه قبل الكلمة، فلو نطقنا الهمزة في الوصل وفي الوقف تبقى همزة قطع، ولو نطقنا الهمزة في الوقف وسقطت في الوصل تبقى همزة وصل. وبكده طلابي الأعزاء نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.